اهلا بحضراتكم من جديد. والتاريخ يكتب في ميامي. النهارده حضور الاهلي والقرعه بتاعه كاس العالم للانديه والنسخه الاولى يكون الاهلي حاضر فيها وينادى على جوائزه على قيمته على مكانته على القابه ال 27 اعتقد ليها حضور كبير جدا. الحقيقه اذا كنا لومنا ميدو فيما سبق عن رفضوا تشجيع الاهلي واعلان ده وقلت لكم ده في ايذاء لمشاعر المتلقي وده واحده من اهم رسائل الاعلام المنضبط انه يراعي مشاعر المتلقي، احتفظ بانتمائك واحتفظ بتقديرك واحتفظ بانحيازاتك لنفسك، لكن على الشاشه المجاهره بهذا الانتماء انا مش هشجع الزمالك، انا مش هشجع الاهلي صادم للمتلقي وده اعتقد في اي اعلام منضبط لا يجب ان يكون. والسؤال في حد ذاته تفتيش في النوايا برضه والمشاعر ده سؤال مش في محله. لكن خلينا نقول ميدو كلاعب محترف عرف يعني ايه قيم تسويقيه وعرف يعني ايه قيمه البراند وعرف قيمه حضور نادي بحجم الاهلي في كاس العالم للانديه. ايه المردود المالي والتسويقي اللي ممكن يعود على الاهلي من جراء هذه المشاركه؟ نشوف. خش على كاس العالم للانديه توقعاتك ايه وشايف الاهلي بكره القرعه طبعا وبطوله جامده جدا انت اكيد شفت التصنيفات والفرق توقعاتك ايه الاهلي في ظل الظروف الحاليه وهل الظروف الحاليه ممكن تكون مؤثره على مستوى الاهلي ولا لسه بعيد ولسه سنه عبال او ست شهور عبال ما الاهلي يشارك في البطوله؟ لا يعني طبعا تواجد الاهلي في البطوله دي مهم جدا وتواجد الاهلي في البطوله دي المكاسب بتاعته مش مكاسب فنيه فقط ولكن ليها مكاسب تسويقيه كبيره جدا مش من خلال العوائد الماديه اللي من خلال المشاركه للبطوله او الحصول على مركز في البطوله ولكن انتشار البراند بتاع النادي الاهلي عالميا وجلوبالي ده مهم جدا وده اللي لازم الناس تعرفه اللي الاهلي اشتغل عليه بقاله سنين الاهلي عارف كويس جدا من خلال الخبرات الاداريه اللي موجوده جوه النادي على مر سنوات طويله ان التفوق ما بيجيش جوه الملعب بس في حاجات كتيره لازم تتعمل بره الملعب بتديك التفوق داخل الملعب منها ونقطة مهمة جدا ان انت ازاي ان انت تكبر البراند بتاعك تنقله من براند محلي لبراند قوي في الريجن لبراند قوي في العالم كله والاهلي حصل على مكتسبات كبيرة جدا من خلال مشاركته في النسخ الماضية من كاس العالم للاندية وقدر ان هو يستغل ده بشكل كويس جدا من الناحية التسويقية وده لازم ان احنا نعترف بيه بشكل كويس جدا ولازم النهج ده اللي لازم الأندية الجماهيرية التانية اللي عندها القدرة ان هي توصل للمرحلة دي وهنا بأعني الزمالك ان لازم الزمالك يبقى عنده بلان وتخطيط ان انا ازاي اقلب البراند بتاع الزمالك لبراند عالمي هيتقلب ازاي لبراند عالمي ما لهاش الا حل واحد ان انت تكون بتشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري وتكون منافس قوي ومنافس قوي عليها صح. وان انت تحاول ان انت يكون ليك تواجد في كاس العالم للانديه اما على المستوى الفني فهي بطوله صعبه فيها انديه كبيره جدا وبتحظى باهتمام كبير جدا من الاتحاد الدولي ومن عايزين ينجحوها طبعا عايز لان هي بشكل النسخه الجديده اللي معموله مهم جدا ان هي تنجح بالنسبه للاتحاد الدولي سبحان الله يعني بقول لك بيحيرني ميدو عندما يتحدث في الكره فقط ويخلع اي افكار اخرى عايز يروج لها يتحدث بشكل واضح موضوعي وفاهم وموضوعي ومحترف ايوه وينتهي به الامر يقول لك الاهلي ما كانش هيصل لهذه المكانه اعتباطا خطط عشان يوصل لهذه المكانه وده حقيقي لحد كبير كنا بنتكلم في البدايه لما اتعملت اداره التسويق والاستثمار وكنا متفقين كده قلناها باللفظ المحدد
قدام الكابتن صالح، همنا يا كابتن ان نزود نسبه مشجعي النادي الاهلي، لان قاعدتك الجماهيريه بتعمل البراندنج. البراندنج يعني ايه؟ المكانه اللي بتديك القيم التسويقيه. فمحدش بيديك حاجه هديه، انت بتسعى انك من خلال نتائجك وانضباطك ونموذج المحترم اللي بتقدمه انك تبقى مصدر ذهب، فيطلع الناس في البيوت يشوفوا الحاجه الحلوه دي يرتبطوا بيها. ومن خلال نجوم كمان منضبطه مميزه، اساطير كرويه واخلاقيه ونتائج حاجه تفرح ان هم يشدوا معاهم المشاهدين واولادهم واولادهم. اذا عمليه بتتبني بتاخد وقت، بس ايه؟ من خلال الثبات على هذه السياسه. ميدو خلاص هو بيقر بهذا الكلام، ارجو بقى ما ايه ما ينشغلش بعد شويه بالردود على حد ويبتدي بقى يقول لك العداله، احنا الشعبيه واحنا مش عارف ايه والعداله. أيوة. والدوله والفلوس والاهرام وتصليح الامر وتاخده في حته تعطلك انت مش تعطل الاهلي، لان طول ما انت بتناقش ان في اسباب مش موضوعيه ما مش هتتقدم لتفوق الاهلي. اول خطوه تعترف باسباب التفوق او اسباب التراجع. أيوة. فالكلام اللي قاله ميدو كلام محترم ومهم جدا. طبعا ال 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 المعرض الفاترينا اختلفت اللي هيلعب فيها النادي الاهلي بعد ما كانت مثلا ده كمان النهارده اربع خمس ست انديه النهارده في القرعه اضيف لها حاجه ماتش الافتتاح، انك انت انك انت حظك قوي. يعني كمان انك انت اللي هتعمل ضربه عالميا البداية. فكل العالم شغفه بالبطوله دي هيشوف ضربه البدايه التي ميسي وميامي مع ماذا يفعل الاهلي الافريقي الاهلي مع هؤلاء العباقره. فانت طبعا اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى ان نحافظ على ثوابته وحبه الاهلي كما وجدتموه حتى يستمر.